بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فن الأميجرومي. النهاردة هنشتغل حاجة بسيطة وسهلة جدا، ما بتاخدش وقت كمان في التنفيذ، وهي الكب كيك البسيطة دي. الأدوات والخامات اللي هبقى محتاجاها، انا اشتغلت هنا بخيط كوتون جولد من شركة إليز، واستعملت معاه إبرة مقاس رقم 2.5. طبعا نوع الخيط اختياري، لكن انا بفضل الكوتون جولد لانه ما بيوبرش، وفي نفس الوقت ماسك نفسه كويس جدا، والتخانة او السمك بتاعه شايفاه مناسب جدا لشغل الاميجرومي. طبعا ممكن نستعمل إليز ديفا او اي نوع تاني. محتاجة كمان معايا في الأدوات الفايبر اللي هحشي بيه طبعا، وكمان محتاجة العلامة وإبرة التنظيف وإبرة التطريز. الفرق ما بين الاتنين التخانة والسمك، اهو اظن الفرق واضح. محتاجة كمان خيوط التطريز، ممكن استغنى عنهم واستعمل خرز ملون. وطبعا مهم الدلاية، فيلا بينا نشوف طريقة تكوينها. فأول حاجة هعملها هي الدائرة السحرية، بلف الخيط بالشكل ده كده، وبكون الحلقة. بشتغل جوه الحلقة 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. بقفل الحلقة، وفي أول غرزة حشو عملتها ببدأ الدور الجديد وبعمل غرزة حشو، وفي نفس المكان تاني هعمل كمان 1 حشو، وهثبت العلامة في أول غرزة حشو عملتها للدور الجديد، وفوق كل غرزة حشو من الدور اللي فات هعمل 2 غرزة حشو. يبقى كده أنا بعمل تزايد، فإجمالي هيكون عددهم 12 غرزة حشو.
كده 12 حشو. فالدور اللي جاي بعد كده اللي هو الدور رقم 3 هعمل تزايد، ومنساش العلامة في أول غرزة حشو عملتها. وبعدها الغرزة اللي جنبها هعمل واحدة حشو، فهمشي الدور بالشكل ده كده تزايد واللي بعدها حشو. تزايد واللي جنبها حشو. بالشكل كده لحد آخر الدور. ده شكلها. الدور الجديد رقم 4 هيبقى تزايد يعني 2 حشو مع بعض في نفس المكان. وبعدها حشو واللي جنبها كمان حشو. يبقى الدور رقم 4 بعمل تزايد وبعدها 2 حشو منفصلين، وبكمل الدور كده لحد ما اوصل للعلامة. كده خلصت الدور الرابع وكان معايا تزايد وبعدها 2 حشو منفصلين. فدلوقتي هبدأ الدور رقم 5 وهشتغله كله حشو بس من غير اي تزايد خالص. فكده اشتغلت الدور رقم 5 و6 من غير اي تزايد خالص، كلهم غرز حشو عادية، وكانوا 24 غرزة حشو. يبقى تكرار سريع كده، بدأنا ب6 غرز حشو، بعد كده 12 غرزة حشو في الدور التاني لان عملنا تزايد، بعد كده الدور الثالث عملنا تزايد، بعد كده غرزة حشو واحدة، فبقوا عندي 18 غرزة حشو. بعد كده الدور رقم 4 كان تزايد و2 غرزة حشو منفصلين، فكان عددهم 24 غرزة حشو. الدور رقم 5 و6 كان حشو بس، فكده 24 غرزة حشو. الدور رقم 7 دلوقتي هنشتغل في الفرونت لوب اللي هو
اللوب الامامي ده هنعمل نص عمود وفي نفس المكان كمان اتنين نص عمود، فهيبقى اجمالي تلاتة نص عمود. اللي جنبها هنعمل منزلقة والغرزة اللي جنبها هنعمل تلاتة نص عمود مع بعض في نفس المكان. كده واحد اتنين تلاتة نص عمود، والغرزة اللي جنبها بنعمل منزلقة. ناخد بالنا المنزلقة كمان بنعملها في الفرونت لوب أو الضلع الأمامي للغرزة، وبنكمل الدور بالشكل ده. تلاتة نص عمود مع بعض في نفس المكان، والغرزة اللي جنبها منزلقة، وشغلنا كله بيكون في الفرونت لوب بالشكل ده كده. فهكمل الجزء ده لحد ما اوصل للعلامة، وكده خلاص وصلت لقبل الاخر. فهعمل تلاتة نص عمود مع بعض في نفس المكان، ومنساش اني بشتغل في الفرونت لوب. والغرزة اللي جنبها هتكون منزلقة، فهيطلع شكلها كده. هنهي القطعة خلاص، وده كده شكلها بعد ما قصيت الخيط ونضفت القطعة. الخطوة التانية دلوقتي بلون تاني هعمل الفرنش نوت أو العقدة الفرنسية. فمن نفس المكان اللي خرجت منه بالخيط هلف الخيط على الإبرة مرتين أو ثلاثة، وفي نفس المكان هدخل بالإبرة، فكده هتكون عندي الفرنش نوت بالشكل ده أهو. اعمل واحدة كمان،
وطبعا بستعمل إبرة التطريز مش إبرة التنظيف، لأن إبرة التنظيف كبيرة فمش هتديني الشكل ده. كده بقى هغير اللون واستعمل خيط لون تاني. ممكن اقفلها الاول عشان ما تتفكش. كده معايا اللون الأصفر أهو، وبنفس الطريقة طبعا لو مش عاوزة استعمل الخيط ممكن استعمل مكانه الخرز. وكده كمان ممكن أضيف لون تاني ، طبعا الألوان اختيارية وعدد كمان العقدة الفرنسية اختيارية. ودلوقتي هو شكلها بعد ما خلصنا الفرنش نوت أو العقدة الفرنسية. فبنفس الخيط اللي كنا شغالين بيه في المنتصف هدخل بالخيط كده، وهستعمل معايا الخرزة. طبعا دي كلها حاجات اختيارية. طريقة التزيين ملهاش قاعدة ثابتة، هثبت الميدالية وبين الغرز هثبت الخيط. هتبقى بالشكل ده اهو. هنا بقى المرحلة التانية، كنا اشتغلنا في الفرونت لوب او الضلع الامامي للغرزة اللي هو الدور رقم 7، فهنشتغل هنا في الباك لوب او الضلع الخلفي في الجزء ده.
وهنشتغل بيه اللون التاني. وكده هنشتغل غرز حشو عددها 24، فده كده 1 2 3، وهكمل لحد ما أوصل لبداية الدور هنا. فكده اشتغلنا اهوات 24 غرزة حشو. فدلوقتي هنطلع الدور الجديد بغرزة حشو وهثبت العلامة. فمن الدور رقم 9 لحد الدور رقم 12 هنشتغل كلهم غرز حشو بس، يعني هنشتغل كمان 24 غرزة حشو من غير أي تزايد خالص بالشكل ده، من الدور رقم 9 لحد الدور رقم 12. فهشتغل غرز الحشو ونرجع تاني. فهنا اهو بعد ما اشتغلنا من الدور 9 للدور رقم 12 غرز حشو بس عادية. فدلوقتي الدور رقم 13 هنشتغل فيه الباك لوب، يعني الضلع الخلفي للغرزة اهو، وهنشتغل كمان 24 غرزة حشو. بالشكل ده كده بنشتغل فيه الضلع الخلفي. وكده وصلنا لآخر الدور بعد ما اشتغلنا في الباك لوب أو الضلع الخلفي للغرزة واشتغلنا 24 غرزة حشو. فالدور رقم 14 هنشتغل تناقص وبعدها حشو، وهنمشي الدور كله بالطريقة دي. تناقص وبعدها حشو فالتناقص عندي باخد الضلع الأمامي للغرزة وبيكون عندي 3 لفات على الإبرة، فباخدهم الـ3 مع بعض فبيكون عندي غرزة التناقص واللي جنبها غرزة حشو عادية. فكده كمان هكمل الدور بالطريقة دي، فهيتكون عندي 18 غرزة حشو. فهكمل لحد ما اوصل للعلامة. وكده خلاص خلص معايا الدور رقم 14 وكنا اشتغلناه تناقص وبعد كده حشو، فاتكون عندي 18 غرزة حشو. هبدأ دلوقتي في حشو الفايبر وأحشي القطعة كلها.
فكده تمام اهي. واتأكد تمام ان الحشو كويس والقطعة مشدودة كويس. فهبدأ دلوقتي في الدور 15 وهنا هعمل تناقص في كل الدور، يعني كل الغرز عندي هتبقى كلها تناقص. بالشكل ده كده طبعا بضغط بالفايبر لجوه عشان ما يتشدش معايا. فبكمل كده لحد ما اوصل للعلامة، كله غرز تناقص. فكده هو شكل الدور، كله كان تناقص. وصلنا للعلامة، فدلوقتي هقطع الخيط بمسافة كويسة، وبإبرة التنظيف هبدأ أعمل الجزء اللي ناقص. هشد الخيط طبعا الأول، وهبدأ بقى أقفل القطعة بالشكل ده كده. وكده خلاص بقى هثبت الخيط. وده كده خلاص اهو شكلها النهائي بعد ما قفلناها وقصنا الخيط. فأتمنى انها تكون سهلة وبسيطة وتقدروا تطبقوها وتشتغلوا طبعا احسن منها. وكده نكون خلاص وصلنا لاخر حلقة النهاردة، واشوفكم مع حلقة جديدة من حلقات فن الأميجرومي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.